أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتان سمونيات دي تشانل أرب بودكاست دانيال الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الرابع. هريني إن شاء الله كم يكمل الجزء كان بحسبكو تكلم العربية جلد أمبات. نحن إن شاء الله في الصف في الدرس رقم 40 في صفحة رقم 32. كمي دي سيني دي بلاجر نمر أمبات بولو دي هلمان نمر تيجا بولو دوار. لدينا بعض الأفعال دي سيني أدب برباكة كرجة. الفعل الأول يتسوق إتو كتكرجة ينفرطمان من يتسوق أو بربلانجا. الماضي تسوق، يتسوق مضارع، تسوق أمر، تسوق مصدر. تمام، هذا هو التصريف إتو تصريفني. طبعا تسوق على وزن تفعل فمصدره يكون على وزن تسوق أو تفعل. طيب الجملة هنا الأسرة تسوقت يوم العطلة. تلورجا بربلانجا بدهاري ليبور. الأسرة تسوقت، تسوقت. تمام. الثاني يحاسب. يحاسب يعني يدفع لثمن شيء. يحاسب إتو من باير أنتو من باير هالجاس سواتو. فمثلا وأنت في المركز التجاري اشتريت حقيبة ثم ستحاسب. عندما سلكن دي مول سده من بلي تاس ترسم باير دي كسر، هذا اسمه أحاسب. أحاسب طبعا حاسب، يحاسب، حاسب، محاسبة. هذا هو التصريف تو تصرفني. الوزن فاعل، مفاعلة. هذا هو الوزن. تمام. طيب يصعد نايك ومضادها ينزل ترون. نايك ترون، يصعد ينزل. طبعا هذه أفعال ثلاثية تو كتكرجا ثلاثي أتو بنتقنيات جا حروف. الماضي صعد يصعد، والمضارع طبعا يصعد، الأمر اصعد، والمصدر صعود. تمام. خلاص. وطبعا تقول أو هنا في الكتاب الرجال صعدوا لقسم الأحذية. لقسم الأحذية هذا أورانج أورانج لكي لكي نايك باجيان سباتو. سباتو سباتو أحذية مفردها حذاء. كلو حذاء سباتو جمعني أحذية. خلاص. الرجال صعدوا أورانج لكي لكي نايك قسم الأحذية. ينزل نزل ينزل. انزل نزول، هذا هو التصريف إتو تصريفني. الأخوات نزلنا لقسم الألعاب. أخوات ميركاتورون ك باجيان ماينان. ماينان أناك أناك يا. نزلنا هن نزلنا، وهذا الفعل طبعا ثلاثي. بس تي كتكرجة إني كتكرجة ثلاثي. تمام. يعني مصدره نعرفه من المعجم سماعيا. إتو أرتنيا كلو مصدرنيا هنيا بيسا تو داري معجم يا داري معجم. طيب تمام إن شاء الله بذلك انتهينا بجيتو جدا سده سلاسي. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. تريما كسي أتسمن كان دمان بايك دان تونغو كميدي بلاجران دبان وفي أمان الله.
عرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.